بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا جملة من الأدلة على أن من لم يبلغه شيء من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهله لأجل ذلك وهو مصدق به صلى الله عليه وسلم، ناطق بالشهادتين واعتقد صحة دين الإسلام في أن لا يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يكفر بجهل ما لم يبلغه من شريعة الإسلام سواء كان في مسائل الاعتقاد أو العمل. وذكرنا بعض النقول عن أهل العلم في ذلك، منها كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكلام الإمام الخطابي رحمه الله. ونذكر اليوم بعض النقول الأخرى في هذا الباب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، هو من علماء الحنابلة، والكتاب المغني من كتب الفقه العظيمة التي تجمع بين الفقه الحنبلي وبين الفقه المقارن ببقية المذاهب. قال: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها أي الصلاة جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها أو يكفر، تصلح على الوجهين، فإنه يكفر بمجرد جحدها. هذا نقل الاتفاق بين العلماء على أن من أنكر وجوب الصلاة وكذا سائر المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. قال: إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. طبعا هنا من جحد وجوب الصلاة حتى ولو لم يتركها قد جحد معلومة من الدين بالضرورة، وهذا أمر اعتقادي في الحقيقة، مسألة علمية، ولذلك هو طبعا لا يكاد يتصور وجود من يصلي ويعتقد عدم وجوبها، لكن مبنى التكفير هنا على جحد الوجوب، على إنكار الوجوب، على أنه يقول الصلوات الخمس المعروفة لدى المسلمين بركعاتها وركوعها وسجودها وقيامها يقول أنها ليست واجبة. فهذا يقول إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. لماذا قال إذا كان ممن لا يجهل مثله؟ ليه جاب كلمة مثله ولم يقل إذا كان ممن لا يجهل ذلك؟ لأنه يمكن أن يكون جاهلا غير معذور، بمعنى أنه تأول تأويلا مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة، فكان جاهلا غير معذور، لأن الجهل هنا ليس ناشئا عن عدم البلاغ ولا عن تأويل محتمل، بل قد ترك النصوص والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة لرأي رأى، فصار ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نحن لا نشترط في التكفير أن يكون الشخص مقتنعا في نفسه بأنه على ضلال وأنه معاند، بل يمكن أن يكون جاهلا كافرا، كما قال عز وجل: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقال عن الكافرين المشركين ولكن أكثرهم يجهلون. أي جهل هذا في من أتته الآيات وكذب الرسل؟ فوصف الجهل ليس في كل أحواله مؤثرا، وإنما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، فإذا بلغته أدلة الوجوب لم يكن ذلك معتبرا. وهذه فائدة كلمة مثله، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، الذي مثله في اللغة وفي البيئة التي نشأ فيها وفيما انتشر من الأمور العلمية والعملية في المحلة التي هو فيها، مثله قد وصله ذلك. هو نفسه قد يكون جاهلا، لكن ليس جاهلا جهلا ناشئا عن عدم البلاغ، لأن مثله قد بلغه. ونحن لا نستطيع أن نحكم على كل إنسان بعينه، ولكن بما انتشر، بما بلغ أمثاله من المسلمين أو من غيرهم إذا كان في أصل الدين. فكونه هو نفسه يعتنق فكرا ضالا مكفرا والعياذ بالله اعتقادا كفريا، فهذا لا يؤثر فيه إلا أنه هل بلغه أم لا. لذلك نقول إذا كان جاحد وجوب الصلاة مثله من يشبه حاله حالة نشأ في نفس المكان وفي نفس البيئة وبلغه ما بلغ الناس، فهذا لا ينظر في كونه يحتمل أن يكون جاهلا أم لا، لو لأن الجهل في هذه الحالة ليس ناشئا عن عدم البلاغ، وإنما جهل نشأ عن الإعراض. ولذلك قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهناك إعراض عن دين الله، يعرف الحجج لكن لا يقبلها، يقتنع بضدها ويعرض عن فهمها. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ومنهم بالفعل من لا يفقه شيئا مع أنها بلغته، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول. بلغتهم الحجج لشدة الإعراض، لشدة الكراهية للدين، ولشدة الكراهية لمن جاء بالحجة، فإنهم رفضوها. ولذلك نقول كون إنسان اعتقد في نفسه مثلا أنه أعلم من كل هؤلاء المشايخ والعلماء، فتأول في أمر الصلاة أنه وصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها الصلاة، مثله لا يجهل ذلك. هو نفسه فعلا من داخله مقتنع بأن الصلاة ليست فريضة عليه، ولا الصيام ولا الغسل من الجنابة، لأنه وصل إلى الغاية المقصودة مثلا. تأويل لا يعذر صاحبه به فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذه فائدة إذا كان ممن لا يجهل مثله، ما قالش إذا كان ممن لا يجهل هو، فيقول إذا كان جاحدا بوجوبها كافر، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. طب إذا كان ممن يجهل مثله ذلك بقى، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب، ممن لا يعرف الوجوب لا يدري عن الوجوب شيئا لأنه لم يبلغه، إيه الاحتمالات الواردة أو إيه أغلب الأحوال التي لا يبلغ فيها الإنسان وجوب الصلاة؟ حديث الإسلام، لسه أسلم قريب، أسلم قريبا ولا يعرف الوجوب. مثال تاني: ناشئ بغير دار الإسلام، ناشئ في بلاد الكفر، وهذه البلاد يعم فيها الجهل. قال: أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، نشأ في صحراء بعيدة جدا، مع أن هذا الكلام ده بيقول على سبيل المثال، كاف دي للتشبيه يعني مثل، ففي أحوال وليست أنها مقصورة على ذلك. العبرة بأن هل المحلة التي هو فيها مما انتشر فيها العلم، مما وصل إلى أهلها وجوب الصلاة أم لا؟ وإلا فالبوادي البعيدة في زماننا، يعني قل في أعماق الصحراء، قل في الواحات مثلا، الآن ألا يعرفون وجوب الصلوات، وجوب صوم رمضان؟ طب ممكن في سيبيريا ما يعرفوش؟ ها، ناس مسلمين في سيبيريا ما يكونش يعرفوا إيه وجوب الصلاة؟ وارد. يبقى إذن، لكن إن عندنا إحنا هنا، لما لو جه واحد من الواحات وقال لي الصلاة مش فرض، هقول له كافر خارج من الملة، مع إن هو جاي منين؟
من البادية أو من الصحراء اللي جنب الواحات دي، لأن العلم انتشر. فإذا انتشر العلم لم يكن هناك إيه؟ عذر، لأن ده عذر من الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. وليس المقصود أن حديث الإسلام بس هو اللي يعذر، دي تمثيل كحديث الإسلام والناشئ بغير الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار، لأن القاعدة الكلية إيه الوصف الجامع ده؟ ممن لا يعرف الوجوب. إذا كان ممن لا يعرف الوجوب هو وأمثاله، بلده مكانه لا يعرفون أن هذا من الدين. عشان كده يجي بعض الناس يقولهم أنتم في بلاد الإسلام، نعم بلاد كلها مسلمين أو أكثرهم مسلمون، فيوجد فيها من يقول مدد يا سيدي فلان، مدد يا بدوي، ويطوف بالقبور وينزل الأولياء ويذبح لهم. نقول هذا الأمر رغم أنه في بلاد الإسلام وليس في البادية البعيدة، ولكن هل انتشر العلم بين المسلمين في النهي عن ذلك وأن هذا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ العبرة في هذا. ففي بلد البادية بتاعتها تعرف ذلك، زي السعودية مثلا، أهل البوادي اتعلموا بعد انتشار دعوة التوحيد، والأجيال نشأت على هذه الدعوة بفضل الله، حتى في الصحراء البعيدة يعرفون ذلك. فلو أن إنسانا أصر على الشرك بعد هذا فإنه يكفر. وأما في بلاد انتشر فيها التصوف المنحرف، وانتشر فيها دعاة الضلالة ومشايخ السوء الذين يلبسون على الناس دينهم، فهي مثل البادية البعيدة، لأن العبرة إذا كان ممن يعرف أو لا يعرف أن هذا من الدين. قال: فإذا كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها. مين اللي هيعرفه؟ عرف دي مبني المجهول، بس المقصود أن يعرفه عالم بوجوب هذه المسائل، عالم بوجوب الصلوات الخمس، وعالم بكلام أهل العلم في كل مسألة من مسائل، يعني مسائل التوحيد دي، مسائل دعاء غير الله هنعمل له إيه؟ هنتلو عليه الآيات: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نتلو عليه أمثال هذه الآيات، قرآن، مش حديث هيقول لي صحيح ولا ضعيف، أنت الله عارف المصحف. نتلو عليه الآيات التي لا يمكن أن يردها إلا إذا رد القرآن، فإذا أصر كفر بعد ذلك، فإن جحدها بعد ذلك كفر. قال: وأما إذا كان الجاحد لوجوب الصلاة ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر أو يكفر بمجرد جحدها. يعني مش هنستنى نقيم عليه الحجة، ليه؟ لأن الحجة قيمتها مش شرط، ولا لأن الحجة قيمتها شرط بس الحجة هنا مقامة، الحجة هنا إيه؟ مقامة بانتشار العلم ووجود العلماء، ومش مجرد وجودهم وهم ساكتين، لا، لأن العلم منتشر، لأنه ناشئ في أمصار المسلمين وكلهم يعرفون ذلك. ولذلك نقول حتى في بلاد الكفر النهاردة، لو واحد أنكر وجوب صوم رمضان في بلاد الكفر ناشئ، هنقول له ناشئ غير الإسلام، بس كل العالم بيتصل ببعضه النهاردة، مش كده؟ وكل الناس حتى الكفار عارفين وجوب صوم رمضان، ممكن ما يعرفش مسائل أهم من صوم رمضان، بس أنا بتكلم على انتشار الإيه؟ العلم. الكفار النهاردة لو جيت تكلمهم على مسألة صوم رمضان، المسلمين بيعملوا إيه في رمضان؟ والمسلمين بيعملوا إيه في المساجد بتاعت الأولياء؟ نشوف كده واحد في أوروبا هيسمع إيه في الموضوع ده؟ نقول إيه طيب؟ هنلاقي بتاع أوروبا عارف المسلمين بإيه؟ يصوموا في رمضان، وهو مختلط بالمسلمين. وأما موضوع الأولياء ده هتلاقيه مش عارف عنه حاجة، يعرف ايه الشيوخ دول وايه المقابر وايه القباب، يمكن سياح، يمكن ما يعرفش الموضوع ده. لم ينتشر علمه كانتشار وجوب صوم رمضان، يمكن صوم رمضان اكثر انتشارا من الصلوات. ولذلك حتى البلاد التي احتلها الكفار ويعني ازالوا منها مظاهر الاسلام، تجد صوم رمضان عند الناس اكثر من ايه؟ من الصلاة، وعلمهم بتفاصيل الصيام ربما أكثر من علمهم بتفاصيل الصلاة.
وتوجد بعض البلاد ربما لا يعرف الناس فيها أكثر من الشهادتين، وربما يعرفون شهادة واحدة هي شهادة لا إله إلا الله. الغرض المقصود أن العبرة انتشار العلم. البعض يقول هذا تتكلمون به في مسائل عذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، والنقول التي تنقلونها هي في مسائل عملية، والبعض يقول أن هذا في المسائل الخفية فقط، مسائل إيه؟ الخفية، يقول مسائل فرعية كالوضوء مثلا من بعض النواقض أو في بعض المواريث، أنتم تعممون وتجعلون العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد والعمل، وهو إنما في مسائل العمل فقط. المسائل الاعتقادية وتوعيد الأولية ما فيهاش عذر بالجهل. طب هنقول أنت نقلت هذا الكلام عن أهل العلم المتقدمين أم بأدلة؟ طبعا سبق ان احنا نقلنا كلام الامام الشافعي في الاسماء والايه والصفات، قلنا الاسماء والصفات من امور الاعتقاد باجماع المسلمين، وهي اصل توحيد الالوهيه. ننقل نقلا لشيخ الاسلام تيميه، طبعا ان الادله لم تفصل، والتقسيم الى مسائل اصول ومسائل فروع تقسيم حادث، انما قسمه العلماء بعد زمن طويل، ليس في زمن الصحابه كانوا يقسمون مسائل الدين الى مسائل علميه اعتقاديه أو مسائل عملية يعني ليست اعتقادية، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يبلغوا الدين كله، يبلغوا العلم والعمل معا، فالتقسيم تقسيم حادث فلا صح بناء حكم عليه. ثم العلماء الكبار المتقدمون لم يبنوا على هذا التقسيم، بل نصوا على مسائل الاعتقاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا نقل عن شيخ الإسلام مهم جدا، لأن شيخ الإسلام هو الذي فصل كثيرا في مسائل شرك الإلهية، وهو الذي يعرف يعني بسرد الأدلة وتنقيها وتوضيحها في مسائل الغلو في القبور، ومنه من كتبه تعلم من بعده ممن فيهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن بعدهم تعلموا منهم. فالنقل عن شيخ الإسلام نقل مهم للغاية، وهذا النقل خصوصا لأنه صريح جدا في المسألة، لأن كثيرا من المشايخ المتأخرين يجعل مسائل العذر بالجهل في مسائل العمل دون مسائل الاعتقاد، ويقول مسائل شرك القبور لا عذر فيها، وبعضهم ممن حسب المسألة عنده يقول لك لا مسائل شرك الحكم لا عذر فيها، وبعضهم يقول الولاء والبراء لا عذر فيه، وبعضهم يقول الثلاثة كلها، وهذا خلل كبير. كل من لم يبلغه شيء من الشرع سواء في العقيدة أو العمل فهو معذور حتى يبلغه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، ولا الأنبياء ولا غيرهم. بيقول إحنا بنعلم بالضرورة، الضرورة عندنا لأن وصلوا الأدلة ليه القطعية، يبقى اجعلها أعلى مراتب العلم عنده قاطع وجازم. نحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، هو شرك الدعاء. يقول: كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت. إيه الفرق بين الاثنين؟ السجود لميت يعني يسجد له هو بيعظمه هو شخصيا، والتاني أسجد إليه بيقول الميت ده قبلة وأنا أسجد لله، معانا كده؟ بيقول الميت ده زي الكعبة، أنا بسجد في اتجاه الكعبة لله، بس الميت ده بدل الكعبة خلى قبر إيه سيده البدوي، راح جاي بيسجد قدام البدوي يقول إزاي بتسجد له؟ أنا ما بسجدلوش، بسجد لربنا بس زي القبلة، ده السجود إلى ميت. أما السجود لميت يبقى بيسجد لمين؟ للبدوي نفسه والعياذ بالله. فبيقول كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت، لأن بعض من يصنف في حج المشاهد حج القبور والقباب أو كيفية زيارتهم يبدأوا بالزيارة بأول حاجة أنه إيه؟ أول ما يشوف القبر يسجد، اللي بيتفزلك فيهم شوية يقول ده بيسجد لله بس القبر إيه؟ قبلة. والحقيقة أن عند العوام إن هم بيسجدوا إيه؟ للميت والعياذ بالله. وانت لو شفت الشيعة بيعملوا ايه وهم داخلين الى مشاهدهم مشاهد اوليائهم وائمتهم
كلهم بيسجدوا بيطوفهم وعاملين قبر زي مثلا قبر موسى الرضا من اشهر مقابرهم زي المطاف زي الكعبه بالظبط، وعاملين بتاع في النص والناس تيجي، والناس اول ما تخش يخشوا ايه ساجدين وراكعين. يقول كما انه لم يشرع لهم السجود لميت ولا الى ميت ونحو ذلك، بل نعلم انه نهى عن ذلك كله وانه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. كلام في منتهى الوضوح وبينص على ان هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يقول لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ده من أيام شيخ الإسلام، فما بالك بعد نحو 800 عام من كلامه وزيادة الجهل وغلبة ضياع العلم. يقول لكن لغلبة الجهل، يبقى شيخ الإسلام بيعذر ويقول لا يمكن تكفيرهم، لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. يا ما حدش يقول ان شيخ الإسلام مذهبه في العذر بالجهل، انه بيعذر في مسائل خفية بس، بيعذر في مسائل الجلية، في مسألة بيجعلها مش بينة بس، بيجعلها معلومة من ايه بالضرورة. يقول ونحن نعلم بالضرورة ان رسول الله يشرع هذا النوع من الشرك، ومع ذلك يقول لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيره. انتوا عايزين تقولوا احنا مذهبنا مخالف لشيخ الإسلام، يبقى كويس جدا بنتفاهم معاكم بقى بعد كده، يبقى ننتقل الى أدلة. لكن ما تقوليش لا شيخ الإسلام بيكفر وما يعذرش بالجهل في مسائل الاعتقاد او في مسائل توحيد الإلهية. لا، شيخ الإسلام في مسألة صريحة. وقال أيضا الكلام ده على فكرة موجود في الرد على البكري، وقال أيضا في هذا الكتاب الرد على البكري، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه، مش الغفاه، من الحلولية والنفاه الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش، أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وهذا صريح جدا في أن شيخ الإسلام لا يكفر من يقول بأن الله في كل مكان وينفي أن الله فوق العرش. يبقى فاسألة من أوضح مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات، واسألة من أوضح مسائل الاعتقاد في مسائل توحيد الألوهية. نتكلم ده إثبات مذهب شيخ الإسلام تامية، وهو ينقله في مواضع مختلفة عن أهل السنة. يقول نقول بهذا النقل الواضح عن شيخ الإسلام تامية في مسائل من أصول العقيدة في توحيد الألوهية، مسألتين الاستغاثة والاستعانة ودعاء الأموات وأسماء والصفات، مسألة علو الله على العرش ونفي الحلول، تعرف خطأ من قال إن العذر بالجهل مقصور على المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة. الشيخ أبو بطين من علماء الدعوة الوهابية كثيرا ما يذكر ذلك، وبعضهم بعض مشايخ الدعوة الوهابية كثيرا ما يذكرون أن الشيخ الإسلام إنما يعذر في مسائل خفية. لا، الشيخ الإسلام يعذر في مسائل الاعتقاد إذا كان ممن لم تبلغه الحجة، وده كما ذكرنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه شخصيا، حيث قال وإذا كنا، أنا قلنا قبل ذلك، إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يحكم قبل أن يحكم عليهم قبل إقامة الحجة بأن هؤلاء ليسوا بكفار، بخلاف من يقول من المشايخ المعاصرين بعض الأفاضل يقول في بعض الفتاوى، يعني بعض المشايخ للعلم عنده اختلاف في فتاوى في من مكان إلى آخر وكأنه يتردد في المسألة. بعض كلام الشيخ ابن باز حتى الشيخ عثمين في هذه المسألة وليس في كل المواضع، يقولون هؤلاء معذورون عند الله وأما في الدنيا فهم كفار مشركون، وكثير من المشايخ يقول ذلك. كلام الشيخ الإسلام صريح وواضح في أن من دخل في هذا الدين ثبت له حكم الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، وطالما لم يثبت هذا اليقين ببلوغ الحجة
فلا يخرج من الملة لا ظاهرا ولا باطنا، وليس أننا نعامله ككافر في الظاهر وهو عند الله عز وجل معذور. إذا علمنا أن البلد التي هو فيها والمحلة التي هو فيها لم ينتشر فيها العلم، كثر فيها الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، لم نكفرهم. مفيش حل وسط، مفيش مساحة بين الاثنين هقول له كافر ولا مسلم، لا، ده لم يكفر، يبقى ما زال في دائرة الإيه؟ لم نكفرهم، لم يمكن تكفيرهم، أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، بدون ما زالوا في دائرة الإسلام. ما ينفعش واحد يقول إن دول حكمهم في الدنيا حكم الكفار وعند الله عز وجل معذورون. شيخ الإسلام أطلق أنتم عندي لا تكفرون، بيقول للمين؟ الجهمية الحلولية النفاة. لذلك أنا أقول تعرف بهذا خطأ من يجعل الناس في مجاهل أفريقيا ونحوها ممن دخل في الإسلام وأتى بهذه بشيء من هذه الشركات معذورا، بمعنى أن حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون في القيامة. فالظاهر بل المنصوص عليه من كلام أهل العلم التفرقة بين من دخل في الإسلام وصدق الرسول إجمالا، وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن لم تبلغه الدعوة، اللي هم حكم أهل الفترة. واحد مات لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، مات مشركا ولم يأتيه رسول قط يدعوه إلى التوحيد، أحاديث الامتحان صريحة في أنه إيه؟ لابد أن يمتحن، ما أتاش بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصبح عنده إيه؟ الشرك، لا شك ما دخلش في الإسلام، يبقى ما أقدرش أقول ده راجل إيه؟ مسلم طالما ما نطقش الشهادتين ولا اعتقدها. في حد أدنى لهذا الدين هو أن ينطق الشهادتين معتقدا لهما، معتقدا وجوب هذا الدين، ما عندوش الحد الأدنى، معذور عند ربنا بس كافر في أحكام الدنيا. والتطبيق الكلام ده على من نطق الشهادتين خطأ بالغ، على من نطق الشهادتين واعتقد صحتهما، كما قال الإمام النووي رحمه الله أن أهل القبلة هو كل من نطق الشهادة اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين، يبقى هو معتقد أنه هو دين ودين الإسلام ونطق الشهادتين. إزاي نسوي بين من أبى أو بين من لم يأتي بالشهادة وبين من أتى بها؟ أعظم كلمة التي كان يعني بعث بها كل الرسل، التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، من قبلها ولم يدري تفاصيلها ولم يعرف بعض أحكامها أجعله كمن لم يقلها أصلا؟ تسوية بين مختلفين قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دينهم وأموالهم إلا بحقها. نعم يمكن أن تنتقد العصمة، لكن أنا أتكلم الآن على أصل هذه العصمة بما تثبت، ونحن إذا ثبتت العصمة وثبت الدخول في الدين بلا إله إلا الله ولم يثبت خروجه، نحن الآن نتنازع في من أتى بهذا الشرك هل خرج من الملة أم لا، لأنه أتى به جاهلا لم تبلغ الحجة، لا يقصد أن يعبد غير الله، لا يريد أن يعبد غير الله، يقول أنا لا أعبد إلا الله، لكن لا يدري أن الدعاء عبادة، يظن أن السجود فيه سجود تكريم وفيه سجود عبادة، وهو لا يريد أن يعبد غير الله، مع أن السجود في أهل الإسلام ليس إلا سجود العبادة، زال سجود حكم سجود التكريم. في بعض الفتاوى كما ذكرت بيجعله من يأتي بالشركات من الطرق الصوفية في أفريقيا اللي انتشر فيها الجهل جدا، لا تحل ذبائحهم، لا يورثون، لا يعاملون معاملة المسلمين، الفتاوى دي فتاوى غير صحيحة. والصحيح أن هؤلاء طالما ثبت لهم حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، وإذا كانوا عند الله يعتقدون دين الإسلام اعتقادا جازما أنه لا يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وجهلوا أن ما جاء بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مسائل الاعتقاد أنهم ليسوا كأهل الفترة، ليسوا كالذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، ليسوا كالذين لم ينطقوا الشهادتين ويعتقدوها. فرق العلماء بين من لم يدخل في الإسلام أصلا ممن لم تبلغه الدعوة بين من صدق الرسول إجمالا، فمن صدق الرسول إجمالا عنده أصل الإيمان، والذي لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينطق الشهادة كافر معذور لعدم بلوغ الرسالة. الذي لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه خبره، ما أتاني لك من رسول، الذي مات على الشرك ولم يبلغه دعوة التوحيد أصلا، كلمة لا إله إلا الله لم تبلغه، كافر معذور.
معذور يوم القيامة. وفي أحكام الدنيا يعني مثال نقول واحد جاي من مجاهل أفريقيا من قبيلة وثنيين يعبدون الأوثان، وجاء إلى بلاد الإسلام وترك أباه على عبادة الأوثان وهو لم يبلغهم دعوة الإسلام، وجاء إلى بلاد المسلمين فعرف فأسلم ونطق الشهادة، رجع ليدعو قومه وجد أباه قد مات وترك له ثروة بالغة، يرثه لا يرثه؟ الرجل اللي مات إيه؟ كافر، مع أنه عند الله إيه؟ معذور، لأنه ما بلغتوش دعوة الإسلام ولا دعوة التوحيد، لكن في أحكام الدنيا هو إيه؟ كافر، وعند الله كافر، ويوم القيامة له حكم مستقل، وهو أنه يمتحن يرسل إليه أن يدخل النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. بخلاف واحد جاي من قبيلة متبعة مثلا للطائفة التيجانية، يشهد الشهادتين ويصلوا الصلوات وبيفعلوا الشركيات التي يفعلها أهل الأوثان بأوثانهم، يفعلونها بالقبور، بيدعو غير الله، يدعو الأموات، يذبحوا لغير الله، شرك من أنواع مختلفة. ولكن الجهل عام ومنتشر، أعاجم لا يعرفون العربية، يمسكوا القرآن يقروه، يقروا إزاي؟ حروف مرصوصة جنب بعضها، لا يعرفون معناه، ولا يوجد من يترجم له، ولا يدرون ما ثبت في السنة بالأولى. ده القرآن مش عارفين، يعرفوا البخاري ومسلم مش عارفين حاجة فيه، وعلماءهم وشيخهم اللي بيقولوا لهم الدين والإسلام بيقولوا لهم ان هو ده ايه؟ الدين والإسلام. انتوا ايه؟ احنا مسلمين. الراجل ده جه لبلاد الإسلام اللي فيها العلم وعلم التوحيد، رجع لبلاد عشان يدعوهم من الإسلام الحق بقى ويدعوهم من التوحيد، لا أبوه مات. أبوه اللي مات ده مات على إيه؟ مات على الإسلام، لأنه ينطق الشهادتين وليس كالذي لم ينطق الشهادتين. هو يعتقد وجوب الإسلام، يعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ده من أهل القبلة الذين يعذرون، فيعذرون يوم القيامة ويعذرون كذلك في الإيه؟ في الدنيا. بمعنى أنه من المسلمين المعذورين، ممكن يكون مقصر في طلب العلم ولكن يأثم بالتقصير ولا يخرج من الملة. وقد أوضحنا أن خفاء الأمور وظهورها نسبي، يعني ما نقول الجهل مقصور على المسائل الخفية، بنقول ده أمر نسبي، ممكن يظهر في زمان ويخفى في زمان، ممكن يبقى معلوم في زمان ومجهول في زمان، ولا نقصد بأن هذا الأمر نسبي أن كل الأمور كذلك، يعني حاجة هنفتحها بقى ونقول ما فيش حاجة معلومة دي من الضرورة خالص، لا، بل هناك ما يقطع كل أحد بانتشاره بين المسلمين، والذي لا يقبل دعوى الجهل فيه إلا بقرينة، زي في الصلاة، إذا كان ناشئ وسط بلاد الإسلام النهاردة ما ينفعش يقول لي إن هو إيه؟ ما يعرفش إن هو ما ضربت لكم مثال قبل كده، الراجل اللي هو اسمه إيه ده؟ اللي كفرته المحكمة، نصر أبو زيد. نصر أبو زيد كاتب في كتبه إن القرآن فيه أخطاء، وإنه ينبغي إن هو ما نعملش نصوصه بقدسية، وإن إحنا ممكن واحد تاني يقول لك بعلم فيه بالقلم الأحمر، ماشي كده؟ وواحد رفع دعوة حزبة وقال يفرغ بينه وبين مراته عشان هو راجل ايه؟ مرتد. فالمحكمة على فكرة الراجل لغاية دلوقتي مش موجود في مصر فيما يبدو، يعني ايه المهم ان هو جه في الدفاع بتاعه، من ضمن الدفاع بيقولوا ان هو راجل ايه؟ مش قصده وما يعرفش، كويس كده؟ ما يعرفش الامر ده. فالمحكمة حكت بردته ووجوب التفريق بينه وبين امرأته، قالوا ان الراجل ده مرتد خارج عن الاسلام. فمن ضمن الحجج اللي المحكمة في حيثات الحكم قالت فيها إن هذا الكلام، ده راجل ده واخد دكتوراه وناشئ وسط المسلمين وتعلم بلا شك ما يقوله المسلمون عن القرآن، ومثل هذا دعوة لا تقبل، ادعاء بأنه ما يعرفش ادعاء ايه؟ غير مقبول. لازم تجيب لي دليل على إن الراجل ده حاجة انتشر العلم بها، ما ينفع تجيب لي دليل على خلافها، لأن الأصل إنها هي الموجودة. الأصل عند كل المسلمين إن القرآن ده عظيم يعظم ومفوش ولا غلطة، مش كده؟ ده اللي عند كل واحد. لو جيت لواحد زي ما أقول واحد يعني أحيانا يفعل كل الفواحش وقلت له القرآن ده ارميه في الزبالة، يعمل إيه؟ يمسك المصحف ويبوسه ويحطه على رأسه، مش كده؟ أيا ما كان لا يمكن أن يهين القرآن العظيم، لأنه معلوم أن القرآن فيه كلام الله. لا، ولذلك لو واحد جداس على المصحف ما أقولش ده معذور بالجهل، هو فين الجهل؟
ما يتصورش الجهل هنا في بلادنا ولا في غير بلادنا في الحقيقة. اللي يدوس على المصحف وهو عارف انه مصحف ما يبقى كافر خارج من الملة. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يدوس عليه ومش عارف انه مصحف، طلع يصلح اللمبة والمكتب عليه مصحف، داس عليه وهو مش واخد باله، الدنيا ضلمة فما يعرفش، يبقى ده جهل ولا ايه؟ لا مش جهل، ده ايه؟ خطأ. خطأ ماشي كده؟ خطأ لانه ما يعرفش ان ده مصحف، مش جاهل بحرمة المصحف. مفيش، مش متصور في بلاد المسلمين ولا حتى في غيرها ان المصحف ملوش حرمة. عشان يجي واحد يقول لي طب انا امسك المصحف واقول لا دي صح ودي غلط ودي صح ودي غلط، ويقول واحد انا جاهل ما اعرفش، لا ما يقبلش دعوة الجهل. ماشي كده؟ ولذلك بنقول سب الله عز وجل في بعض البلاد بينتشر فيها سب الله سبحانه وتعالى. فلسطين والاردن وسوريا عندهم لما يتغضبوا يشتموا ربنا والعياذ بالله. في واحد في العالم يعتقد ألوهية إله أي إله ثم يسبه؟ لا يمكن. فلذلك لا يقبل أنه يكون إيه؟ جاهل. دور على علة تانية. إذا كنت عايز تعذره اوعى تقول العذر بالجهل، تدور على العذر بالجنون، العذر بالصغر، ده إنسان اتجن ساعتها، أغلق زال عنهما شعوره، لا يدري ما يقول، مش حاسس، بقى مجنون ساعتها، بحيث لو تصرف أي تصرف يبقى سقط عنه التكليف. عيل لم يبلغ، صغير طفل اكره على ذلك. ايوه لكن ما تقولش ان هو ايه، ليه ما فيش، لان ما فيش عذر بالجهل في المساله دي. لا، لان ما فيش جهل في المساله دي، مش ما فيش عذر بالجهل، ما فيش جهل، ليس هناك جهل. لا يقبل دعوى انه جاهل، لا ادعاء انه جاهل، لا بد من قرينه. فمن كان ناشئا في بلادنا بلاد مصر مثلا او السعوديه ثم جحد وجوب الصلاه او قال عن احكام الاسلام إنها من نفايات القرون الوسطى الوحشية، عايزين يرجعونا للقرون الوسطى الوحشية، وحشين ويقطعوا دين ورجلين ويجلدوا بقى و... وعايزين بقى ياخدوا راحتهم في الناس، يتريق على أحكام الإسلام وهو يعلم، لأن مفيش حد النهاردة يقول إن هو ما يعرفش إن من أحكام الإسلام إيه؟ الرجم والجلد. وهو نفسه مش هيقول عليها كده إلا وهو عرفها، هو عرف إن مطالب بإقامة الجلد والرجم وقطع الأيدي في السرقة. أو قال بحل الزنا والخمر، نشأ في بلادنا بيقول الخمر مش حرام والزنا مش حرام، فلا شك في ردته من ساعته، من ساعة ما نطق الكلام ده، لأن الحجة مثل هذا قائمة على كل أحد. وهكذا شأن مسائل عبادة القبور في بعض البلاد كالمملكة العربية السعودية، لأن هذه الأمور انتشارها لا شك فيه. وفي كثير من بلاد المسلمين اليوم ينتشر الجهل والتلبيس بالباطل من علماء السوء على العوام، خاصة في مسائل القبور ومسائل الحكم بالشريعة ونحو ذلك مما لا يشك فيه من خالط هؤلاء الناس، فلا يمكن تكفير أعيانهم حتى تبلغهم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. يعني ممكن في بلاد تانية لو واحد قال الزنا مش حرام طالما بالتراضي الطرفي، ممكن الناس ايه، ممكن يكون جاهل فعلا. بلاد أوروبا ونحوها كثير جدا بينشأوا على ان الحرام هو الاغتصاب، او الزنا معناها بتاعة الدعارة اللي بتاخد فلوس بس، اما صديقها بس فمش حرام، اتخاذ الاخدام غير المسافحات. ده فعلا وانا بلغني عن ذلك كثير في بلاد اوروبا وكثير حتى من بلاد الاسلامية التي احتلها الروس ونحو ذلك، ان ربما لا يدرون أن الزنا محرم مطلقا سواء السفاح أو اتخاذ الايه؟ الأقدام. بعضهم يظن أن اتخاذ الأقدام طالما لها صديق واحد بس يبقى مش ايه؟ مش حرام. وبعضهم يظن أن طالما صديقها مسلم وهي مسلمة يبقى يجوز، الحرام ممكن يكون بالكفرة بس. وبعضهم يقول لا ده ايه، ده تشدد، ينفع بالكفرة وينفع بايه؟ طالما أصدقاء. لكن لو كان هذا الأمر في بلادنا فنحن كلنا نبتسم والناس كلها بتضحك والكلام ده ازاي يجي، لانه مش متصور، لان اجهل الجهل عندنا يعرف ان الزنا ايه؟ حرام. فلو جاء انكروا انه النهارده يبقى خارج من المله. الان مش هدور على اقامه حجه دلوقتي، ليه؟ لان الحجه به ايه؟ مقامه فعلا. نقل اخر عن شيخ الاسلام يوضح هذه المساله، وهي فيما يتعلق ايضا بمسائل الاعتقاد. يقول في مسائل وجوه تفاضل الايمان، زيادة الإيمان ونقصانه، إن الإيمان عند البعض أكمل من البعض. الإيمان الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم
من مواقع من الناس يقول من هؤلاء من يكون هؤلاء من معهم إيمان مجمل يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا مسلمين ويقروا الرسول مجملا وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك ولا أنه أخبر بكذا لا يعرفوش القرآن أصلا ولا يعرفون لو يفترض ذلك ما أنه فرض بعيد للغاية لا يكاد يقع وذلك افترضوا شيخ الإسلام ما أحد ما يعرفش أن الرسول جاء بالقرآن ولا أن جبريل جاءه بالقرآن ولا أنه أخبر بكذا وإذا لم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا لم يكن عليهم الإقرار المفصل به بهذا الجزء ولكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به فانظر كيف افترض شيخ الإسلام هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يولد حتى في الكفار وهو عدم المعرفة بوجود القرآن يعني أنا بقول لك الكفر عارفين في قرآن أن محمد جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم. ولكن هو بيفترض أنه ما عرفوش القرآن أو نزول جبريل عليه عليه السلام فضلا عما يحتويه القرآن من العقائد والأعمال احنا بنقيم الحجة ازاي في مسائل القبور وغيرها بايه بالآيات طب واحد يقول لك ما فيش كتاب ما عرفش الكتاب أصلا ومع ذلك هذا بيقول أنه يثاب على الإسلام والإقرار بالرسول مجملا أخبر أن من أقر مجملا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه يثاب على ذلك يقول وقال أيضا رحمه الله وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن لم يكن كافرا في الباطن وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه نقطة مهمة جدا في مسألة 72 فرقة يعني إيه في النار كلها في النار إلا واحدة ما يلزمش أنها مخلدة في النار ولكن المنافق منهم اللي في باطنه خلاف دين الإسلام ده في الدرك الأسفل طب واللي هو في باطنه دين الإسلام شيعي مثلا رافضي عمال يأتي بأنواع من الضلالات والكفر ولكن هو في نفسه معتقد اتباع الرسول اتباع القرآن ولا إله إلا الله فهذا كائنا ما كان خطأ لا لم يكن كافرا في الباطن وقد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار إلى أن قال رحمه الله في وجوه تفضل الإيمان في مسألة أن بعض الناس قد لا يعلم ما جاء به الرسول فينكر ويكذب شيئا مما جاء به الرسول فإذا بينت له الآية علم قال في وصف حاله لكن قلبه جازم هو في نفسه قلبه جازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا وهذا تصديق وجيد تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا كلام مهم جدا بيقول إن الإنسان يكون قلبه إيه أصل الدين أصل الدين لا إله إلا الله وأن الرسول وأن محمد رسول الله قلب هذا العبد جازم بأن الرسول لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق لكن لا يدري شيئا يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له أو يظهر له بوجه مجوء فيصدق بما كان مكذبا كان بيكذب التكذيب ده كفر يكذب شيئا مما جاء به الرسول يقر بما كان به منكرا والإنكار ده كان كفر ولكن هو نفسه ما كانش كافر كان قبل ذلك جاهلا لم يكن قبل ذلك كافرا وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا قال ابن حزم في الفصل نقل ده مهم وذهب الطائفة يتكلم على فصل في من يكفر ومن لا يكفر كتاب الفصل في الأهواء والملل والنحل والفصل ده فصل عظيم الأهمية والنقل عن ابن حزم للعلم وإن خالف في بعض مسائل الأسماء والصفات إلا أنه في مسائل الإيمان ومسائل القدر على عقيدة أهل السنة والجماعة
قد أثنى عليه شيخ الإسلام في هذا الباب ووافقه فيما نقله. فلذلك يجيش واحد يقول لك ابن حزم ده جهمي، جهمي وقع في مسائل موافقة للجهمية في بعض مسائل الصفات، وليس أنه في مسائل الإيمان يقول بقول جهم. ابن حزم يقول العمل من الإيمان، وهو يصرح بالزيادة والنقصان في العمل، فهو على عقيدة أهل السنة. فذكر في من يكفر ومن لا يكفر، يقول وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا في العقيدة والعمل، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى، قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود ابن علي رضي الله عنهم جميعهم، وهو قول من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم، ولا نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها، أو ترك الزكاة، أو ترك الحج، أو ترك صيام رمضان، أو شرب الخمر. وشرب الخمر في الحقيقة الخلاف إنما في من تأول في شربها حتى استحلها، وأما نقل عن الصحابة في كفر من شرب الخمر فأيضا المنقول عن ذلك نوع آخر، وهو من شرب الخمر فمات في سكره تاركا للصلاة، هو ده اللي فيه ليه الخلاف وليس في مجرد شرب الخمر. فهو بينقله اتفاقا للصحابة، وابن حزم إذا لم يخالفه غيره في مسائل الإجماع فيعتد بنقله فيها، وهو من أعلم الناس بمسائل مذاهب العلماء في الأمصار، وكلامه في الإجماع معتد به في الأصل ما لم يثبت خلافه. ونحن نقول كلامه موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام غيرهم، كلام الإمام الشافعي الذي سبق نقله، وهذا النقل عن أئمة أهل السنة والجماعة. وقال أيضا وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور ولا شيء عليه ويجب تعليمه، فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه حكم المرتد. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان بعينه، يقول ربنا هو ده، هو المسيح، هو فلان الفلان أي مكان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. بيقول لصحة قيام الحجة، اللي بيقول ربنا هو فلان الفلاني، هو أبو سعيد الخراز، هو أبو ابن العرب، هو ابن عربي، هو الكلب والخنزير زي ما الحلولية بيقولوا صراحة كده، يقول الكلب والخنزير آلهة، دول يبقوا كفرة تصريحا. ليه؟ لصحة قيام الحجة بهذا بكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه، لما بيقول قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. لو فرض أن في حد ما يعرفش كده في الدين يبقى ما نكفروش لغاية ما ما يبلغ. المقصود بالجهل عند أهل العلم الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة. فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن حزم رحمه الله وقال قائلهم أي المخالفين له في مسائل التكفير فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس، زي ما بعض الناس يتكلم يقول لك أنت بتعذروا عباد القبور، طب ما تعذروا اليهود بقى، عذروا اليهود والنصارى، فهم بيقولوا الكلام ده كان قديم، فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا، وهذه خطة لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه،
الوصف بالكفر والإيمان دي حاجة مش بتاعتنا، هي لله. ولا يدخل الجنة والنار أحد، بل الله تعالى يدخلها من يشاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به، كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، ولا نقول من المسلمين بل من كل ملة، أيام ابن حزم يقول لا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام. دلوقتي بقى فيها شك عند الناس، لكن هو بيقول ما فيش اثنين من أهل الأرض كلها مسلمين ولا كفر، بأن الرسول كان بيكفر اليهود والنصارى ويكفر كل من لم يدن بدين الإسلام. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام، الذي تبرأ أهله من كل ملة، تبرأوا من كل ملة حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذلك. يبرأ، يقول الأديان التانية بطلة، الأديان التانية غير صحيحة. دلوقتي يقول الأديان التانية كلها زي بعض، الإسلام ماشي، اليهودية ماشي، النصرانية ماشي، دول ما تبرؤوش من ملة غير ملة الإسلام، دول مناقضين للمعلوم من الدين بالضرورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فوقفنا عند ذلك ولا مزيد. فمن جاء نص بإخراجه، من جاء نص بإخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، أجمع على خروجه أو لم يجمع. يعني طالما في نص حتى لو لم يختلفوا فيه احنا بنتبع النص. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. يبقى نص أو إيه؟ أو إجماع. فيما سبق، مما سبق كله يتبين أن مقصود العلماء في معنى العذر يتنوع، فمنهم ما يكون عذرا كاملا بمعنى أنه لا إثم عليه ولا تكفير في الإثم وفي التكفير، ولا يستحق صاحبه عقابا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه بل بذل وسعه واجتهد في معرفة الحق. ده اللي ابن حزم يقوله أنه مأجور على كل حال، اجتهد بذل كل ما عنده من الجهد في معرفة الحق وبعدين أخطأ. إما اجتهد في معرفة الحق بنفسه أو بسؤال أهل العلم، سواء كان هذا في مسائل الأصول أو الفروع، وإن كان هذا قليلا في مسائل العقيدة وكثيرا في مسائل العمل والفروع حسب انتشار العلم، يبقى صاحبه معذور، مجتهد مصيب له أجرين، مخطئ له أجر واحد حتى لو مسألة اعتقادية. نوع تاني منه ما يكون عذرا في عدم التكفير لا في الإثم واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة، كما قال العلماء في عذر مانع الزكاة والخوارج، قالوا عذروا وقتلوا، يبقى يستحقون العقوبة وهم كلاب أهل النار، يبقى عقوبة في الدنيا بالقتال وعقوبة في الآخرة بدخول النار، ولا يكفرون ولا يقلدون في النار، زي ما سمعت عن كلام ابن تيمية في 72 فرقة اللي من ضمنهم فرق الخوارج، وكذا كلام الخطابي في مانع الزكاة، في عذر مانع الزكاة والخوارج، مع كون الصحابة قد اتفقوا على قتالهم، وذلك بسبب التقصير في طلب العلم الواجب، وهؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام ثم خالفوا الحق المقطوع به وقامت القرينة عليه. بس ما خالفوش الحق المقطوع بده في قسم معلوم من الدين بالضرورة مش هيعذر فيه أحد، وفي قسم غير معلوم من الدين بالضرورة أخطأوا فيه بس بسبب التقصير هياخدوا ذنب ولكن لا يكفرون، زي لمن دعا غير الله وقال مدد بدوي وسجد للقبر يأثم ويستحق العقوبة ولكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. نوع ثالث منه ما يكون عذرا في الآخرة مع بقاء حكم الكفر على صاحبه في الدنيا، زي اللي هو ما دخلش في الإسلام وفي نفس الوقت ما بلغتوش الدعوة بس ما نطقش الشهادتين، يكون في الآخرة من أهل الامتحان وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم تبلغهم الدعوة، اللي هم الطبقة 17 عند الإمام ابن القيم في التقصير في طريق الهجرتين،
لما بيقول كفار جهال الكفار ومقلدوهم، دول كفار نساؤهم وصبيانهم وعبدهم ما جاءتهم دعوة الإسلام إجمالا ردوها موافقة للإيه؟ للآباء والأجداد والمجتمع كله، وهم تبع لأسادتهم هؤلاء الذين قال الله فيهم دول اللي هم دول اللي بلغتهم دعوة الإسلام، دول من الكفار المعذبين. الكفار المعذبين اللي هم بقى، أنا أخطأت، الطبقة 17 دي اللي هي الكفار عند ابن القيم، دول المعذبون اللي بلغتهم دعوة الإسلام، مش النوع التالي. دول الكفار المعذبون دول اللي هم جهالهم الذين بلغتهم الحجة إجمالا وردوها إجمالا، الطبقة 17 في طريق الهجرتين. وأما بالنسبة إلى الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام أصلا فهم معذورون عند الله وإن كانوا كفارا في أحكام الدنيا. النوع الرابع بقى ده هو الطبقة 17، ومنه ما لا يكون عذرا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كمن أعرض عن فهم الحق بعد بيانه. الحق بين له، جاءه الحق فأعرض، سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا، يسير على الباطل تقليدا لآبائه أو الأحبار والرهبان. هم دول أنا قصدي الطبقة إيه؟ 17. الطبقة 17 مقلد في الكفر ورد ما جاء به الرسول، مثل هذا لا تقبل فيه دعوى الجهل لقيام الحجة فيه على كل أحد بانتشار علمه بين المسلمين، ده إذا كان في المسلمين، وإذا كان في الكفار بوصول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانتفاء القرينة على عدم بلوغ الحجة له كسب الله ورسوله والاستهزاء بهما أو الجنة والنار أو إلقاء المصحف في القاذورات عمدا أو نحو ذلك. يبقى لو كان جهل يبقى جهل إعراض أو جهل عدم العلم بالعاقبة. يبقى النوع الرابع ده اللي هو مفهوش عذر بالجهل، مفهوش عذر، اللي هو إنسان بلغه الحق وأعرض عنه أو جهل عاقبة ما يفعل. جهل الإعراض النوع الرابع ده، جهل الإعراض عن الحق أو جهل العاقبة. جهل العاقبة يعني إيه؟ يعني يظن أن الأمر يسير، يظن أن هذه الكلمة لا يهوي بها في النار 70 خريفا، يظن أنه سوف يعذب عذابا يسيرا أياما معدودات ثم يخرج من النار، لا اعتبار بذلك. فاكر الكلمة اللي قالها في سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، كلمة بسيطة ما تفرقش، حاجة يحسبه هينا وهو عند الله عظيم، هيتحسب أنه إيه؟ عظيم عند الله عز وجل. أقول قول هذا واستغفر الله. بعد طلبة العلم في القليوبية يزعمون الحرب على المدرسة السلفية في الإسكندرية تحت مسمى موالاة المدرسة السلفية للمبتدعة مثل الإخوان والتبليغ وغيرهم، ويزعم أنه قابلك على الباخرة في يوم عمرة واشتكى لك حال أحوال السلفيين مثل الشيخ محمد إسماعيل وموالاتهم للإخوان سيد قض، وأبلغته بأخبارهم ولم يخبرهم، مش فاهم عن إيه دي، وله شريط يزعم بأن السلفيين في الإسكندرية على خط المبتدعة وهي من صفات الخوارج، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا الرجل قابلني 10 دقائق فعلا دعك منه بقى، أنا هقول لك، هو يريد أننا نسب كل من يخالف المنهج الحق أو حتى من ينقل عنه ذلك. يقول لي ليه ما بتشتموش، ما توضحوش ضلال محمد عبد المقصود وضلال فوز السعيد وضلال الإخوان، عايزيننا ليل ونهار نقعد نسب ونلعن. قلت له رأتي الإخوة يوضحون السنة وينكرون البدعة، وكون الشيخ محمد إسماعيل نقل عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله كلمة هي حق في أو بعض كلمات في بعض كتبه لا يعني أنه يوافق عليه على كل ما يقوله سيد قطب، ولكن الحق يقبل من كل من يقوله، والشيخ محمد شريطين في سيد قطب ما له وما عليه، لا يسمى أنه نقل عبارة عنه في كتاب من كتبه أنه يواليه على بدعته، نقل عبارة فيها توفيق، نقل عبارة صحيحة المعنى ويدل عليها الكتاب والسنة،
فلو كان الشيطان هو الذي يقول كلمة حق، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب؟ وتعلمنا آية الكرسي من الشيطان، من الشياطين، فهذه تقول عنها مولاة لأهل البدع، هذا لا يجوز. وأما المشايخ الذين ذكرت فهات لي تصريحا منهم بمنهج الخوارج ونحن نحذر، لكن بمجرد النقل من بعيد تطلب منا أن نتهمهم بأنهم خوارج وتكفيريين كما يفعلونه الآن معنا. ده هو كان أياميها ما بيتهمناش إحنا نحن خوارج، يقول أنتوا ساكتين عن الخوارج، ساكتين عن، بس ما تقعدش، أنا عارف اللي حصل، ما استنى بقى، ما استنى بس كلمني بعد التفصيل. أنا بقول لك اللي حصل معه، قلت له هات لي النقول دي إن المشايخ دول بيكفروا بمنهج الخوارج ونحن نحذر منه، لكن قبل ذلك لا. وأما الإخوان والتبريف فنحن نبين أخطاء التي عندهم، لكن لا يلزمنا أن نقول إن هم من الفرق النارية. اللي بيعتقد هذا الاعتقاد البدعي الذي يفعل البدعة فنحن نقول ذلك، أما من ليس كذلك فمنهم أهل السنة ومنهم أهل البدعة، فهذا الذي قال. ثم بعد ذلك يدعي ما يدعي، ده اللي حصل. هم كانوا 10 دقائق، ده اللي حصل فيهم. فأما أن الإخوة يوالون المبتدعة ده ظلم وعدوان، النقل عن ناس قالوا كلمة حق ليس موالاة مطلقة، ونحن نوالي أهل الإسلام، لكن موالاتنا لأهل السنة موالاة كاملة، وموالاتنا لأهل البدعة على قدر إسلامهم، ما بقي معهم الإسلام بدعة غير مكفرة نواليهم على لا إله إلا الله رسول الله، ونبغض بدعتهم ونبغضهم على بدعتهم إذا كانت قد بلغتهم الحجج، وننكر عليهم بدعتهم كما يقول شيخ الإسلام تامية. فالمسلم العاصي الذي فيه سنة وبدعة، نقلكم بالنص عشان أهل البدع في الحقيقة هم دول أهل البدع وليس الإخوة في المدرسة الزكية هم المبتدعون. لأن الكلام ده بالنص قبل ذلك كلام شيخ الإسلام يقول: فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. هم لا يعرفون ذلك، هم يريدون أن تكون الحرب كلها على الدعاة وعلى أهل السنة، كل العلماء والمشايخ عندهم مبتدعين يجب حربهم. طب انت بتعمل ايه بقى في اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين؟ مالكش دعوه بيهم، لا دخل، لا يتكلم عنهم ولا هذا ولا، حياته كلها لشتم وسب اهل العلم واهل السنه واهل الدعوه الى الله عز وجل. فهؤلاء ننصح بلا شك بهجرهم ومعاملتهم ومعاملة اهل البدع فعلا، لانهم فعلا يسبوا مغتابون نمامون، بل مش مغتابون، يقولون البهتان، يبهتون الدعاء إلى الله عز وجل ويتهمونهم بما ليس فيهم، ويستعملون هذا للنميمة للوقيعة بينهم وبين عامة المسلمين حتى لا يأخذوا عنه العلم ولا ينتفعوا بما عندهم، مع أنهم بفضل الله الذين نشروا هذا المنهج ونشروا العلم بالكتاب والسنة وانتفع الناس بدروسهم وخطبهم وكتبهم بفضل الله، لكن هذا الحقد الأعمى الذي يغطي على الكل. هل صحيح قول من قال أن الشيعة دين آخر غير دين الإسلام؟ هذه الكلمة بالنظر إلى العقائد الموجودة، ولكن من نطق الشهادتين من هؤلاء الرافضة ولم يعتقد ألوهية غير الله كائنا ما كان خطأ لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة. أما كتبهم فمليئة فعلا باعتقادات تخالف دين الإسلام وأعمال تخالف أعمال أهل الإسلام، يصل في مجموعها إلى الكفر من وجوه متعددة الرافضة، ولكن الواحد المعين منهم لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما سمعتم في قضية الجهل، خصوصا أن الشيعة أن عقائدهم تنتشر في بلاد الأعاجم في الفرس، والذين لا يعرفون العربية ولا يعرفون كتب السنة ولا يعرفون إلا ما يقوله طواغيتهم ولا يعوذ بالله. فلذلك نقول لا يكفر الواحد منهم وإن لبس عمة سوداء، يقول لك علماءهم، ما هو عالم عندهم جاهل، إذا كان أقيمت عليه الحجة فهو كافر.
اشهد ان علي ولي الله دي ونحن نشهد ان علينا ولي الله، هي دي تكفر؟ هي دي ايه دي؟ هو اشهدت علي ولي الله دي هي الكفريه؟ دي مش بدعه اصلا، علي بدعه في ان احنا نقولها في الاذان، ماشي كده؟ يعني لما يجي يقول في الاذان اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان رسول الله، اشهد ان علي ولي الله. ليه؟ لان كل لأن ابو بكر ولي الله وعمر ولي الله وعثمان، ولا احنا لا يشرع ان احنا نقول في الاذان كده. لكن انا بتكلم على العقائد الكفريه اللي بيعتقد فيها ان علي مثلا يعلم علم الغيب والعياذ بالله، او يعتقد ان الائمه كلهم لهم سلطان على كل ذره من ذرات الكون، وان الائمه يطاف بقبورهم ويسند لهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. ده من الشرك، وده كثير في واللي عايز يقرا تفاصيل عقيده الشيعة وأنواع ضلالتهم وحكمهم في كتاب الدكتور علاء بكر في عقائد أهل الشيعة، عقائد الشيعة. شخص يقيم في دولة أوروبية تظهر الشمس فيها 3 أو 4 أشهر والليل كذلك، فكيف تكون الصلاة؟ يكون إلى أقرب بلد تغرب فيها الشمس وتشرق، يعني يدور في فنلندا دي، يدور على جنوب فنلندا، جنوب فنلندا الشمس بتطلع وتشرق كل يوم بس بتقعد مثلا 4-5 ساعات. في تعال شمال فنلندا اللي هو بيشوفها بالليل وبالنهار صيامه وصلاته بناء على ايه؟ على اقرب بلد فيها الشروق والغروب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا عندما يمكن ذلك لا يكون لهم صدر الطريق. حكم من قال لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، جهل وضلال إنه يكذب بحديث متفق على صحته. سبق منكم توضيح حكم اللحوم المستوردة أنه لا يجوز أكلها إذا كان عليها ورقة فقط. تحدث البعض أنكم قد رجعتم عن هذه الفتوى، أنا لم أرجع، وإنما قلت أنه قد أتاني من أخبرني بأنه عرف مصدر هذه الأوراق، وأنه هو يعمل أصلا في الحجر الصحي، وأنه لا تدخل هذه الشحنات إلا بشهادة معتمدة من جهة معلومة هو سافر لدي إليهم وقابلهم، وهي مؤسسة في البرازيل، مؤسسة اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وجلس مع القائمين عليها وشاهد عملية الذبح بنفسه وصور فيلم فيديو في ذبح الأبقار، وانه فريق من المسلمين هم اللي بيذبحوا، مش اصلا اهل كتاب، ده فريق من الجزارين المسلمين، وما بتطلعش شهاده الا بناء على هذا المركز الاسلامي في البرازيل، اتحاد المؤسسات الاسلاميه في البرازيل، وانه هو الورقه دي ما بتدخلش اصلا الشحنات هنا الا بهذه الشهاده المعتمده رسميا، وهم بيتابعوا هذا الامر وبيبعتوا لجان تشرف على ذلك. كان قال لي ان ال 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 بعد شهر، كان ده كان السنه اللي فاتت، انه هتصبح اللجان تشرف على كل شحنه وليس على بعض الشحنات فقط. قلنا اصلا يكفينا ان المسلمين اللي هناك ومعروفين شخصيا، هيئه معلومه تقول انها تشرف على الذبح بجزارين مسلمين، يكفينا هذا الامر. والهند كذلك، ولذلك قلت ما قلت من ان اللحوم اللي جايه من الهند ومن البرازيل ثبت عندنا ما يكفينا في غلبة الظن في أنها ذبحها مسلم وذكاها. ما كان على غير ذلك، ما لم يأتينا الخبر، ما زلنا نقول بنفس القول. الحكم الأمر ما تغيرش، اللي تغير توصيف الواقع بأن دي مش ورقة فقط، مش ورقة مجهولة، الأوراق دي معروف مصدرها وإنها من جهة إسلامية فعلية موجودة هناك، وناس قبلوهم ورأوا على يعني حالهم ظاهر الصلاح في الجملة، وإن مجازرهم فعلا يقوم عليها مسلمين. أخته خطبها رجل لا يصلي، عندما يأتي البيت أريد أن أنزل إلى الصلاة وهو لا يريد الصلاة، ماذا أفعل؟ ما تسيبوش في البيت. أولا حاول تفسخ هذه الخطوبة بلا شك، وساعة الصلاة تقول له لازم تنزل، يا إما هتسيب تقعد برا لغاية ما أجي، لا تتركه ولا تترك صلاة الجماعة. قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد.
إذا تم الجماع بعد الخروج من المسجد هل هذا حرام وله كفارة؟ إذا كان هو صائم عليك قضاء الكفارة عشان أفطر. إذا خرج من المسجد لحاجة لقضاء الحاجة فجامع امرأته ليلا فقد بطل اعتكافه. حكم العطور المخلوطة بالميثانول بدل من الكحول. الميثانول سام للجلد ومسبب للسرطان، فلا بد لمن يبيعه أن يبين ذلك، أنه يستعمل الهدوم بس. ما قولكم في من رخص له بعض المشايخ في أمر رفض الأخذ به وقال الأخذ بالعزيمة أولى، هل هو من شدد في الدين وهو على خطأ؟ لا، الكلام ده ليس على إطلاقه. هناك بعض الرخص يلزم الأخذ بها، زي القصر في السفر، زي اللي هيموت إذا لم يأكل الميتة فيلزمه أن يأكل، وبين رخص يستحب له أن يأخذ بالعزيمة كالنطق بكلمة الكفر. فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم بالإجماع. حكم حلاقة الشعر والختان للمولودة. الصحيح أن الأنثى لا يحلق شعرها، أما الختان في حقها فهو سنة مؤكدة وإن لم يكن واجبا، ولا ينصح بفعله في السن المبكر بل قبيل البلوغ حتى لا يضرها، وتتمكن الطبيبة أو الخاتنة من تنفيذ قول النبي عليه الصلاة والسلام أشمي ولا تنهكي. استدان مبلغا ثم قال للدائن ربنا يكرمك تعالى فخذه بعد الصلاة، فنسي الدائن أن يذهب إليه، ولا يلزم القائل هل قال ما قال على جهة اليمين أم غيرها، لكن لعله قالها حتى يشدد على الدائن في أخذ دينه. أنا مش فاهم السؤال، لو حد فاهم يشرحه لي. هو فين اليمين دي؟ يقول ربنا يكرمك، إيه اليمين في الموضوع؟ لو هو ما خدش الدين الأصل واخده، هو اللي يحلف يقول له والله ما خدته، يا إما التاني يحلف يقول له والله هديه لك، يا إما يجيبه شهود، يا إما يجيب ورقة. امرأة أجنبية أسلمت فتزوجها مصري مسلم في دولة خليجية زواجا شرعيا في محكمة شرعية بدون موافقة أهلها وهم على الكفر، لو كان في محكمة شرعية فالقاضي يكون وليها، يكون وليها، ولا شك أن بدون موافقة أهلها ليسوا أولياء لها طالما هي كانت كافرة فأسلمت، أبوها ليس وليا لها، يتولى أمرها عالم أو قاضي أو حتى عدل من المسلمين. له صديق من دولة خليجية يريد أن يبحث له عن 10 عمال لكي يعملوا في مزرعته الخاصة، إذا أخذت عمولة من هؤلاء الأشخاص هل يجوز أم لا؟ إذا كان على التأشيرة فلا، أما تأخذ من، لأن التأشيرة أصلا يجب أن تكون مجانا لأن بلاد الخليج هي بلادنا مثل بلادنا، لا يجوز أن يؤخذ مال على إنسان لمجرد إرادة السفر. تأخذ سمسرة المثل في توصيلك إياهم وليس في التأشيرة. حقيقة أن الإسلام يأخذوا للتأشيرة، يأخذوا الألفات المؤلفة دي على التأشيرة، أما على السمسرة لعمال حقيقيين يعملون فهي أقل من ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله.